السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. المثنى احتجاج متواصل حتى إقالة المحافظ ومطالبات بتحجيم صلاحيات المحافظين منعا للاستغلال الوظيفي. مفوضية الانتخابات حصاد تحديث السجلات الانتخابية وتوقعات بمشاركة جماهيرية واسعة. حياكم الله. محافظة المثنى معقل النخوة العراقية وخزان الثورة اللي لا ينضب. المدينة العريقة الضاربة في عمق التاريخ لا تزال في أسوأ حالاتها الخدمية، فثاني أكبر المحافظات مساحة والأولى فقرا، تنشد الخدمات الأساس منذ سنوات، وعلى هذه المعطيات تحركت عشائر المحافظة نحو رئيس الوزراء مطالبة إياه بوضع اليد على المحافظة وإقالة محافظها لتهم تقصير وتلاعب في المال العام. وبالتزامن مع هذه المطالبات يرتفع صوتا آخر في جميع المدن العراقية ينشد تحجيم صلاحيات رؤساء الحكومات المحلية منعا لاستغلالها في الحملات الانتخابية. أما في ملفنا الثاني لحصادنا في هذه الليلة، فمع الوصول لدقائق الأخيرة لخيار تحديث البيانات الانتخابية وإيصاد الأبواب أمام المدن، بغيت رفع نسبة المشاركة الجماهيرية في استحقاق المحلية. تستعد مفوضية الانتخابات لحصاد هذه الأشواط الإضافية من تحديث السجلات الانتخابية، ومع تحقيق نسبة تبعث بمؤشرات الرغبة الشعبية في المشاركة، فهذه الأرقام المسجلة في البيانات المحدثة يؤمل أن تترجم إلى حشود جماهيرية تحتشد عند مراكز الاقتراع في 18 من كانون الأول وتختار الأفضل من بين الشخصيات المنفردة والقوائم المتعددة. ملفي حصادنا لهذه الليلة راح نتابعهم ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام، تفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين في هذا الملف. الأستاذ باسم خشيان النائب عن محافظة المثنى ينضم معنا بالصوت والصورة عبر الأقمار الاصطناعية من السماء، وحياك الله سيادة النائب. وكذلك ضيفا كريما في الأستوديو الأستاذ عماد المسافر المحلل السياسي. سيادة النائب، أبدأ مع حضرتك، نتحدث عن سبب تجدد مطالبات إقالة محافظ المثنى أحمد منفي الآن. يعني أكو شيء جديد بقضايا فساد، هدر للمال العام، سوء خدمات، لو شنو الموضوع بالضبط من وجهة نظر حضرتك؟ تحية لك ولضيفك الكريم وللسيدات والسادة المشاهدين الكرام. الحقيقة محافظ المثنى متورط بقضايا فساد عديدة وثقها ديوان الرقابة المالية، وهذه الجرائم كلها الآن في يد السيد رئيس الوزراء، واعتقد انه تشكلت لجنه لاتخاذ اجراء تحقيق اداري في هذا الموضوع، وما قدمناه حقيقه ادله معتبره من ديوان الرقابه الماليه، جرائم فساد تتعلق بتوزيع قطع الاراضي، وجرائم اخرى تتعلق باحالات وعقود سابقه و إحالات لشركات معينة، منها شركة ريحانة اللي أخذت أغلب مشاريع المثنى وهي شركة متورطة بالتزوير، إضافة إلى ذلك جرائم تخصيص قطع الأراضي للموظفين اللي تمت بالسمسرة وبيع الأسماء وحك الأرقام وتزوير محاضر التخصيص، وهذه متورط بها المحافظ بشكل مباشر، وأيضا متورط بها أشقاء أمجد وأسعد منفي اللي الآن هم مكفلين ب100 مليون لكل شخص، واضعها كفالة
يعني مبلغ بسيط بالنسبة لي بالقياس بالأموال اللي كسبوها من هذا من هذه الجرائم. ويعني حتى نذكر المواطنين، يعني أشرت لها قبل أكثر يعني من شهر إنه شقيق المحافظ أمجد منفي ادعى في أقواله أمام قاضي التحقيق بأنه يملك 37 مليار دينار. هذا طبعا هذا ما يدعي، ربما تكون الأموال أكثر. شقيقه الثاني اللي هو شرطي اشترى معمل طابوق بسعر 1,700,000,000، وهو شرطي ما يملك سوى راتبه، ومجموع قطع الأراضي اللي بحوزة المحافظ وأشقاء أكثر من 45 قطعة. وهو يعني المحافظ في سنة 2010 قدم طلب إلى مجلس محافظة، لما كان عضو مجلس محافظة طلب من مجلس محافظة أن يغطي تكاليف علاجه في الأردن، لأنه حسب ما يدعي كان يعاني من تصلب الشرايين وليس لديه سوى راتبه، يعني ما كان قادر يدفع مصاريف العلاج. وبعدين المجلس اتحمل تكاليف علاجه، سافر للأردن، مبلغ 10 ملايين دينار ما كان عنده يتعالج أحمد منفي. الآن هاي العقارات والأملاك والأموال اللي موجودة لدى أحمد منفي وأشقائه، من وين إجت هذا؟ من أين لك هذا؟ عدا ذلك يعني كشفنا حالات تزوير، جرائم أخرى موجودة لدى هيئة النزاهة. وأتصور أنه إبقائه لحد الآن في منصبه يعتبر إخلال جسيم من مجلس الوزراء. طيب سيادة النائب، يعني بالتأكيد برنامج حصاد الأيام يكفي الحق الرد للسيد المحافظ، ولكن يعني حسب تسمية المحافظ لهذه المحافظة بأنه يسميها عروس الجنوب، عن أي عروس وعن أي جنوب يتحدث؟ يعني أنا ما أعرف كيف عروس الجنوب وهي شارعين ما مبلطات وكل يوم حافرينهن. بالمناسبة يعني السيد رئيس الوزراء لما إجا استغرب إنه هذه المحافظة حفرت الشوارع، نفذت مجاري شبكات تصريف مياه الأمطار دون أن تنفذ شبكات الصرف الصحي، وهذا يعني إنه إحنا راح نرجع نحفر الشوارع مرة ثانية حتى ننفذ هذه الشبكات، وهذا حقيقة هدر للمال العام. أموال طائلة أهدرت في المثنى بسبب سوء الإدارة، لأن حقيقة المحافظ شخص ما عنده لا كفاءة ولا عنده خبرة إدارية، ووصل لهذا المنصب باتفاقات مع أعضاء مجلس محافظة، والآن المحافظة تعاني بسبب هذا الجهل والفشل وعدم الكفاءة. أستاذ عماد، أجدد ترحابي بحضرتك. ولما يتحدث السيد النائب عن كل هذه الإخفاقات، بالتالي ديوان الرقابة المالية اطلع على هذه القوائم وهذه المشاريع المنفذ منها، المثنى في مقاييس الفقر وضعف الأداء وضعف الخدمات المقدمة، يعني أمورها جدا واضحة يعني حتى لدى رئيس الوزراء، وظلت هذه الصورة مرافقة لها طيلة عقدين من الزمن. أسباب الحرمان وغياب الإنصاف لهذه المحافظة اللي جعلتها من المدن المنسية، شنو السبب بذلك حسب وجهة نظرك؟ شكرا جزيلا سيدي الكريم، تحية لك والسيادة النائب العزيز الأستاذ باسم ولمشاهديكم الكرام. حياك. حقيقة محافظة المثنى الحاضرة بتاريخها والغائبة بواقعها الآن، من المؤسف جدا أن تكون المثنى معقل الرجال وانطلاق ثورة 20، أن يعني يكون واقع حال المثنى الخدمي بهذه الكيفية. ربما المثنى ليست لديها موارد نفطية مثل بقية المحافظات، أو ليس لديها عتبات مقدسة ممكن أن تدر عليها بعض الأموال، لكن هذا لا يعفي كل الحكومات المتعاقبة على إدارة العراق منذ 2003 إلى الآن أن تضع خارطة الطريق وتضع يعني استراتيجية من أجل أن تكون لهذه المحافظة حصة من يعني إيرادات العراق، من أجل بناء هذه المحافظة واستثمار المشاريع فيها. للأسف جدا نقول أن بات واضحا بملف الفساد الذي تكلم عنه السيد خشان،
يعني أصبحت الضرورة ملحة لوجود مجلس محافظة. ربما تعالت أصوات أنها مجالس المحافظة حلقة زائدة وهي بها حلقة فساد كبير، لكن له شفنا أنه وجود محافظ ووجود هكذا يعني صفقات فساد وغيرها. لو كان هناك مجلس محافظة من شأنه أن يدقق ويراقب ويتابع هذه المشاريع ربما كان الضرر أقل من هذا بكثير. يعني تخيل يا سيدي الكريم، ينقل لي أحد الأخوة أن مثلا عشيرة آل عبس في محافظة المثنى لديها، عموم محافظة المثنى حسب ما يذكرون لديها 2000 شهيد في منذ انطلاق الفتوى المباركة إلى الآن. عشيرة آل عبس لديهم 1000 شهيد، والمنطقة التي هم فيها شوارعها غير معبدة، وملف الكهرباء بها غير صالح وغير يعني لا تصلهم الكهرباء، إلا أن بعد كان هناك استجابة للجهد الخدمي والحشد الشعبي استطاعوا أن يوفروا جزء بسيط. الموضوع موضوع المثنى موضوع ليس بالموضوع العقيم جدا ولا هي المشكلة الكبيرة جدا، لكن هناك خلل كبير يؤشر على إدارة المثنى. ربما هناك أموال، نعم، لكن الأموال أين تستثمر؟ تستثمر في جيوب الفاسدين أم تستثمر من أجل مشاريع حقيقية على أرض الواقع؟ ربما لو كان هناك، أعيد وأكرر، لو كان هناك ممثلين عن أبناء محافظة المثنى في مجلس محافظة المثنى، لا تقتضي الضرورة بأن يكون هناك اعتصام وتظاهرات داخل محافظة المثنى من هذه الجماهير من أجل إيصال صوتهم. إذن هناك ضرورة ملحة من أجل أن يكون هناك مجالس محافظات، وهذا مجلس المحافظة يراقب ويدقق كل صغيرة وكبيرة من أجل الحفاظ على هذه الأموال المخصصة للمحافظة. سيادة النائب، يشير الأستاذ علاء عماد المسافر إلى ضرورة وجود مجلس محافظة. طيب هسه احنا مجلس محافظة ما موجود، موجودين نواب عن المحافظة وحضرتك واحد منهم، وأشرت إلى زيارة رئيس الوزراء السيد السوداني إلى محافظة المثنى، وضمن اللقاءات اللي أجراها كان مع حضراتكم نواب المحافظة. هل أوصلتم له صورة الأوضاع في المدينة اللي طالبتم إقالة المحافظ منها؟ طبعا سيد رئيس الوزراء اطلع على الملفات وأشرنا إلى رئيس الوزراء حتى يعني سرقت الملفات لما كنت أقدمها. أحد أقارب السيد المحافظ سرق الملفات وأخفاها في سجادة الصلاة، يعني في مهزلة، وتليفوني سرق في المحافظة. صور يعني السرقة موجودة إلى هذا المستوى المتدني في المحافظة. سرقت الملفات لأن المحافظ يدرك أنه هذه الملفات إذا تم النظر إليها بموضوعية فالحقيقة راح يعني تؤدي إلى إقالته وإلى حبسه أو سجنه. المحافظ متورط بجرائم ثابتة وثقة ديوان الرقابة المالية، يعني أنا ما أعرف شنو الدليل اللي يحتاجه رئيس الوزراء حتى نصل إلى أن نطبق القانون وأن نحاسب هذا المحافظ المتورط بقضايا فساد. وأنا مسؤول عن كل كلمة أقولها وعن كل اتهام أوجهه للمحافظ. التزوير في الإحالات، حالات الإحالات ابتدعوا طريقة لتزوير الإعلانات عن المناقصات. المحافظة بدأت تعدل المنشورات القديمة حتى تخلي مدة الإعلان 4 أو 5 ساعات فقط، يتم التقديم من قبل شركات متفق معها قبل تعديل الإعلان، فالشركات الأخرى ما تحصل على منافسة. وديوان الرقابة المالية وثق حالات عديدة بتعديل شروط المناقصة لحصر المنافسة بين شركات محدودة. يعني كل الأموال اللي صرفت في المحافظة على المشاريع صرفت لتحقيق مصالح شركات معينة. ديوان الرقابة المالية يعني أكو تواطؤ مع المحافظ والمستمر لتحقيق مصالح هذه الشركات. طبعا ديوان الرقابة المالية أشار إلى أن المحافظة كانت تعدل شروط المناقصات من أجل أن تتم الإحالة لشركات معينة، وهذا
معروف انه باتفاقات ما يمكن انه المحافظه تحاول تحقق مصلحه الشركه على حساب مصلحه شركه اخرى لمجرد تفضيل دون ان يكون هنالك مبالغ او حصص او كوميشنات. هذا موجود. لجنه الاحاله التحليل والاحاله اللجنه تقريبا دائمه شخص واحد دائما موجود بها، ربما يكون اثنين مع ايضا من الدائمين، ما تتحقق من صحه صدور الوثائق، مكن الشركات مزوره من الحصول على عقود بمبالغ طائله. اليوم احنا في المثنى اتكلم الاستاذ عماد عن انه المثنى ما بيها نفط، لا الحقيقه الان المثنى بيها نفط واصبحت من المحافظات المنتجه. ايضا المحافظه المثنى يجب ان تكون سله الخبز بطبيعتها والباديه والمياه الجوفيه، لكن اي اهتمام بهذه المحافظه حتى تبني نفسها وتكون يعني مثال جيد بين المحافظات الاخرى، ما موجود هذا السعي عند المحافظه، لان المحافظه منهمكه والمحافظ منشغل بابتداع طرق لسرقة أموال المحافظة بأكثر من وسيلة وهدرها وتمكين شركات فاسدة من الحصول على أغلب الأموال المخصصة لهذه المدينة. طيب أستاذ عماد، يعني السيد النائب بمنتهى الشفافية تحدث عن الملفات اللي سرقت في داخل المحافظة، الموبايل الشخصي اللي سرق، هسه رغم الحصانة رغم الحماية، ولكن يعني ايش قد احنا راح نستنتج من خلال هذه الافعال اخفاء هذه المبارز للفساد. لما ديوان الرقابة المالية حسب توصيف السيد المحافظ اكو فد علاقة ارتباطية او اشتراك بهذه الملفات، ملفات الفساد، نروح للقضاء اذا عندهم هاي الملفات شنو الضرر ان نعتمد عليها حتى لو سرقت ما دام هي موجودة عند النزاهة وعند ديوان الرقابة وحتى عند القضاء؟ ربما الدستور رسم يعني صلاحيات النائب أنه تكون قضية هو مراقبة أداء الحكومة والقضية التشريعية. أنا لست من المجاملين للسيد خشان، وهو بقضية متابعة ملفات الفساد والنزاهة من النواب الذين لا يشق لهم غبار حقيقة، وهذا ليست مجاملة، لكن أقول أنه عمل مجالس المحافظات ربما يعطي فسحة للنائب أن يمارس دوره داخل مجلس النواب أكثر. النائب لديه مسؤولية داخل مجلس النواب كبيرة جدا، كذلك لديه يعني شؤون المواطنين وغيرها من المسؤوليات التي تقع على مسؤولية النائب. مجلس المحافظة بدوره باستطاعة لو مارس دوره بصورة حقيقية وبصورة إيجابية بإمكان أن يعني أن يضع حد لكل هذه القضايا، قضايا الفساد ومتابعة المشاريع وغيرها وغيرها. لا ضير أبدا كما تفضلت باللجوء إلى القضاء. ربما إذا أخفق السيد خشان بالذهاب إلى ديوان الرقابة المالية ووضع الأوراق تحت أنظار السيد رئيس الوزراء، أبدا معروف على السيد خشان وغيره من النواب أن يكون هناك دور لهم كبير بفتح هذه الملفات عن طريق القضاء، وأعتقد أنه القضاء لا يتهاون ولا يتمادى باستدعاء أي فاسد من هؤلاء الفاسدين ليضع حد لهذه السرقات. طيب هنا يعني لما يكون الحديث عن المحافظين، دعني أسأل سيادة النائب يعني هذا الحديث راح يفتح لنا باب آخر للحوار، ومع قرب الانتخابات المحلية وهو مخاوف استغلال المحافظين المناصبهم وتجييرها في الدعاية الانتخابية، وهنا نتحدث عن الإجراءات المفترض اتخاذها لمنع هذا السيناريو. وأشار السيد الضيف بأن وجود مجالس المحافظات هو الضابط لعمل المحافظين في إجابة سابقة. يعني هو حقيقة دور مجالس المحافظات مهم جدا في الرقابة على عمل المحافظ، والآن يعني بسبب غياب هذا المجلس أصبحت سلطة المحافظ مطلقة، وبدأ يعني بدأت السرقات تكون يعني حتى ما تحتاج غير معقدة، يعني سهولة المحافظ بإمكانه أن يتلاعب بكل شيء وأن يهدر ويسرق الأموال بالطريقة اللي يشوفها مناسبة.
رقابة مجلس النواب. الحقيقة أنا قدمت خلال الفترة من 2021 شهر 10 2021 ولحد الآن تقريبا 150 إلى 200 شكوى، وكل هذه الشكاوى معززة بأدلة معتبرة وثائق. الجرائم لا تعد ولا تحصى، لكن للأسف يعني بعض الإجراءات القضائية تستغرق وقت طويل، وهذا يمنح الفاسدين فرصة كبيرة للإمعان في السرقة والتجاوز على المال العام، وبعدين تترهل القضية بعد فترة، ونجد يعني إجراءات استثنائية أحيانا ممكن ما تؤدي إلى النتيجة المرجوة في بعض الحالات. لكن أملنا كبير في القضاء العراقي، خصوصا وأنه مجلس القضاء أعتقد اطلعت على أعمام من مجلس القضاء بشيء من الاستغناء عن التحقيق الإداري اللي هو دائما ما يكون سبب في غلق الشكاوى. كثير من الشكاوى تغلق بسبب تحقيق إداري يزور الوقائع، يجري التحقيق الإداري الجهة نفسها المتورطة بقضايا الفساد، يعني المحافظة تحقق بجرائم المحافظة وبالتأكيد راح تنفي الجريمة. وعندنا حالات كثيرة من وجرائم عديدة ثابتة في الواقع، ثابتة بالأوراق الرسمية، لكن بالتحقيق الإداري يوصل التحقيق الإداري بغلق الشكوى لعدم وجود جريمة أو عدم وجود ضرر. وللأسف بعض القرارات القضائية تعبر عن أو تستجيب لهذا التحقيق الإداري وتترك الأموال الدولة أو الأموال العامة في جيوب الفاسدين. وهذا يعني حقيقة أصور أن مجلس القضاء اتخذ طريق آخر في هذه المسألة، وأصبح بإمكان المحكمة، محكمة التحقيق، أن تشكل لجان تحقق في المخالفات بغض النظر عن التحقيق التحقيق الإداري. طيب أستاذ عماد، يعني حسب البيان الختامي أو عن هذا الموضوع، لو تحدثنا أنه المحافظين من الممكن أن يستغلون المنصب، عدم وجود جهة رقابية مجلس محافظة، عدم وجود تحرك برلماني، وبالتالي نتحدث هنا عن سيناريوهات مقبلة لمجالس المحافظات وانتخاباتها، ومن الممكن أن يكون هذا المال العام يوظف بشكل سياسي. يعني دعني أقول شيء، هناك حقيقة ثابتة أن الوعي السياسي لدى المواطن العراقي في عام 2023 يختلف تماما عن الوعي السياسي عن المواطن في عام 2003. المواطن أصبح يعي ويفقه كل صغيرة وكبيرة في الشأن السياسي، وخصوصا القضايا التي تهمه. يعني بالعودة إلى يعني تحديدا إلى محافظة المثنى، أنا أعتقد حتى إذا كان هناك مال سياسي ممكن أن يوظف من أجل دخول الانتخابات أو دخول قوائم أو أشخاص بهذه الانتخابات المحلية، فالنسيج الاجتماعي لأبناء هذه المحافظة يعني لديه الإمكانية أن يعني يطرد كل هؤلاء، ولا يكون هناك استثمار كبير لهذا المال السياسي. المال السياسي موجود وممكن أن يوظف، لكن حسب طبيعة هذه المحافظة عن غيرها من المحافظات. المحافظة المثنى من المحافظات التي تمتاز بطابع عشائري كبير رصين، هناك تواشج كبير بين أبناء العشائر فيما بينها، ربما يستخدم هذا المال لكن ليست بهذه الصورة الكبيرة. بالنسبة خصوصا الانتخابات مجالس المحافظات واستغلال المال السياسي فيها، نعم ممكن جدا أن يستثمر هذا المال السياسي، لكن أنا أقول أنه المواطن لديه الوعي الكافي بأنه لا يخضع لهذه المساومات السياسية، خصوصا وأن نتائج الانتخابات التي تأتي عن طريق الاستثمار المال السياسي تأتي بنتائج سلبية على 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 واقع المحافظة، خصوصا ونحن نشاهد محافظات منكوبة من خلال الخدمات، وهذه الخدمات توفرها المحافظة ومجلس محافظة. إذن لا، دعنا لا نعول كثيرا أو لا يعني نجعل هذه القضية قضية كبيرة. نعم هناك فساد، ممكن جدا هؤلاء الفاسدين باستطاعتهم سرقة هذه الأموال
كما تفضل السيد خشان بإمكانهم يعني شرعنة هذه الأموال بطريقة إدارية يختاروها لعدم وجود مجلس محافظة يتابع ويدقق هذه الأمور. نعم أتفق في هذا الموضوع، لكن مسألة أنه يستغل المال السياسي استغلال كبير ويؤثر على نتائج الانتخابات بصورة كبيرة، أنا أستبعد هذا الاحتمال. طيب نتحدث سيادة النائب عن البيان الختامي لتجمعكم اللي راح يكون أكو مظاهرة كبرى يوم الاثنين المقبل في كورنيش السماوة، شنو هاي احتمالات الاستجابة للمطالب اللي دعيتوا إليها؟ أعتقد أنه يعني الحضور في المؤتمر كان حضور كبير، وعدد المشاركين في المظاهرة أعتقد راح يكون أكبر بكثير، لأن هنالك حالة رفض تقريبا عامة في المثنى لهذا المحافظ المتورط بجرائم فساد. وأنا يعني حتى بس حتى نوضح نقطة مهمة، أنا نشرت تسجيلات صوتية لواقعة ابتزاز قام بها المحافظ وأخذ مبلغ من شخص، سيادة النائب النشر على صفحة حضرتك الشخصية تم تسليمها للجهات المعنية، وهذا التسجيل واصل إلى هيئة النزاهة، إلى هيئة النزاهة تم إيصال التسجيلات؟ نعم على الفيس. نعم سيادة، وأيضا أيضا سلمته لهيئة النزاهة. طبعا هيئة النزاهة عندها التسجيل كامل، والشخص يعني اللي تم ابتزازه لا اتحقق من جوجل موبايلك، دون اقواله امام المحكمه وهذا ثابت. ايضا اذا نرجع من حقهم يبقون الموبايل اذا ما خلي شغله مسوي صحيح. المهم فيعني تسجيل تقريبا طبعا 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 موبايلي كله وثائق مهمه، التسجيل تقريبا اكثر من ساعه تسجيل ب يعني احاديث عن جرائم لا تعد ولا تحصى ارتكبها المحافظ، وأقر بأكثر من جريمة ورجع حصته من المبلغ. طبعا هم ثلاثة اللي اتفقوا على هذا الشخص حتى يبتزونه ويأخذون من عنده 210,000 دولار، اثنين منهم الآن متهمين، والمحافظ رجع المبلغ، هو ما اشتكي على المحافظ باعتبار المبلغ رجع المبلغ، وكأنما القضية يعني بس شخصية. الحقيقة أصور أنه هيئة النزاهة والمحكمة راح تنظر إلى هذه المسألة بأنها جريمة بغض النظر عن شكوى المواطن أو عدمها، باعتبار أن المحافظ أقر بالمبلغ ورجع المبلغ اللي استلمه، رجع نصيبه من الابتزاز 70,000 دولار، وهذا ثابت والقصة معروفة يعرفونها الجميع، لكن للأسف الإجراءات القضائية بعده بطيئة. كذلك لما نرجع إلى مسألة الإثراء وتضخم الذمة الأموال المحافظ وأشقائه، يعني شرطي في حماية المحافظ ما عنده راتب غير راتب الشرطي، طيب يشتري 15-20 قطعة سكنية ويشتري معمل طابوق بـ1,700,000,000، وهو ما يملي غير هذا الراتب. طيب هنا سيادة النائب راح يقودنا هذا الموضوع إلى تساؤل، إذا تسمح لي أتوجه للأستاذ عماد المسافر. أستاذ عماد، يعني لما كل هذه الإجراءات وهذه الوثائق اللي تفضل بها السيد النائب تبقى عندنا قضية المطالب، هل راح تقتصر على إقالة المحافظ أم أنه راح تشمل هذه الدائرة معاوني المحافظ، مدراء الدوائر، موظفين آخرين متورطين بهذه القضايا؟ لا يعني من البديهي إذا كانت هناك قضية فساد، هذه قضايا الفساد لا يعني لا تكتمل بشخص واحد بعينه أو بمسؤول واحد، هذا المسؤول أو هذا الشخص لديه أذرع ولديه مفاصل ممكن من خلالهم أن تتم هذه عمليات وصفقات الفساد. لكني دعني أقول إذا اكتملت هذه الصورة، هناك ملفات فساد وهناك دلائل ثابتة موثقة ووثقها السيد النائب ووثقها غيره، وهذا موجود في هيئة النزاهة وتحت يد رئيس الوزراء، بالإضافة إلى هذا هناك تحرك جماهيري شعبي كبير يعني للمطالبة بإقالة هذا المحافظ، إذن هنا تكتمل الصورة، وهنا يأتي دور السلطة التنفيذية المتمثلة بشخص السيد رئيس الوزراء، ويجب أن لا يبقى هذا المحافظ، على الأقل أن يعزل هذا المحافظ ويتم التحقيق بهذه صفقات الفساد من أجل يعني تبيان هذه الحقيقة، والقضاء هو الفيصل بكل ما
يقول المدعين بقضايا الفساد ضد هذا الشخص أو غيره من الأشخاص. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عماد المسافر المحلل السياسي، أثريت الحوار ضيفا كريما في الأستوديو وعبر الأقمار الاصطناعية. سيد النائب باسم خشان النائب عن محافظة المثنى انضمت معنا من السماوة. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. مفوضية الانتخابات حصاد تحديث السجلات الانتخابية وتوقعات بمشاركة جماهيرية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وفي هذا الملف أرحب بضيفي الكريمين الدكتور عمار البهادلي الخبير في الشأن الانتخابي ضيفا كريما في الاستوديو، أهلا بك دكتور، وكذلك الدكتور عماد جميل رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات ينضم معنا عبر سكايب من بغداد، حياكم الله ضيوفا أكارم. دكتور عمار، نتحدث عن الأعداد اللي محدثة بياناتها وبالمدة الإضافية أيضا، شنو من الممكن أن نستشفها من معطيات ومؤشرات للعملية الانتخابية المقبلة؟ نعم، بداية تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام ولضيفك الكريم. يعني حقيقة اليوم نسب التحديث والبيانات البيومترية تختلف من محافظة إلى أخرى، وهذا الموضوع حقيقة راجع لعدة أسباب، تارة الأسباب السياسية وأخرى اجتماعية وحتى ما يتعلق بالوعي الانتخابي أو التنشئة، لكن بالنتيجة يمكن القول أن هنالك ربما ملامح لنسب تدعو إلى التفاؤل لهذه الانتخابات المقبلة، خصوصا أنه أعلى معدلات ربما وحسب بيانات المفوضية هي كانت في ربما النجف الأشرف وفي محافظات أخرى، لكن هذا لا يمنع من القول أنه نسب التحديث وإقبال الناخبين على تقييد أسمائهم في سجلات الانتخابات أو في السجل الانتخابي وكذلك الحصول على البطاقات البيومترية هي لا زالت حقيقة متذبذبة ومتباينة من محافظة إلى أخرى مثل ما ذكرت لعدة أسباب، وهذه الأسباب تارة يعني فيها جنبة اقتصادية وأخرى اجتماعية وأخرى حتى سياسية وربما الأمنية أو الجانب الأمني يدخل أو تدخل في هذه المعادلة، لكن بالنتيجة اليوم حقيقة الموضوع هنالك ربما مؤشرات أيضا تدفع إلى التفاؤل باتجاه يعني رفع نسبة المشاركة أو المشاركة في هذه الانتخابات، باعتبار أنه اليوم هنالك ربما عملية تصحيح في المسار السياسي أو في عملية التعاطي ما بين الحكام والمحكومين، خصوصا أنه هذه الحكومة الأخيرة حكومة السيد السوداني هي أقبلت على تنفيذ يعني فقرات البرنامج الحكومي، وهذا دفع الشارع العراقي أو المجمل المواطنين إلى يعني نوع من التفاؤل، وربما هذا يدفع إلى إعادة تجديد الثقة أو إعادة التفاعل ما بين المواطن وكذلك مؤسسات الدولة، وبالتالي الظهور أو الخروج بالمشاركة ربما الفاعلة للمرحلة المقبلة في هذه الانتخابات. لكن بشكل عام هنالك ربما وعي انتخابي لا زال يدرك بأنه أو يعني هذا الوعي يحسب أنه انتخابات مجالس المحافظات هي أقل أهمية من انتخابات البرلمان، لكن هذه حقيقة ربما هي إدراك أو إدراك غير صحيح، لأنه اليوم ركن أساسي من أركان المسيرة الديمقراطية ومستلزمات بناء الدولة الفيدرالية هو يعني وضع هذه الأساسات المتمثلة بمجالس المحافظات، وبالتالي طيب. يعني وضع المحافظين أو انبثاق المحافظين من رحم هذه المجالس، لذلك اليوم حقيقة العزوف هو وإن كان يعني وفق النظام الديمقراطية ووفق يعني أدبيات السياسة هو أيضا نوع من المشاركة، لكن العزوف هو حالة غير صحية، وهذا الموضوع يعني يفترض تنويه عنه، وأشارت إليه ربما منظمات المجتمع المدني وحتى اليوم يعني الجهود الفاعلة التي تبذلها المفوضية
هي لرفع نسبة المشاركة باعتبار أنه العزوف هو ربما يدفع إلى حالة من عدم التوازن ما بين القوى السياسية، وربما هي تدفع إلى عدم إعطاء مؤشرات أو مخرجات صحيحة وسليمة ومتوازنة من داخل صناديق الاقتراع، فبالتالي هي ربما تنشئ أو تؤسس لمجالس محافظات غير متوازنة. لذلك اليوم حقيقة لا يعني نعول فقط على الكم بقدر ما نعول على النوع، بمعنى النوع أن يكون هنالك طيب وعي. دكتور عمار إذا تسمح لي خلق قاطعك نذهب إلى دكتور جميل عماد جميل ينضم معنا عبر الهاتف، حياك الله دكتور. اليوم المدة الإضافية تحدث عن فرص التي تمنح أمام الجمهور الدكتور عمار البهادلي، نتحدث عن هذه المدة الإضافية اللي منحتها المفوضية لتحديث السجلات الانتخابية واللي انتهت اليوم، ايش قد أضافت بلغة الأرقام؟ عليك وعلى ضيوفك وعلى مشاهديك الكرام، في الحقيقة هنالك زيد على مراكز التسجيل ونسب مرتفعة قياسا لفترات التحديث في الانتخابات السابقة، وهذه الفترة الإضافة في الحقيقة أضافت كم كبير من المواطنين، وصلنا إلى 30,000 حالة تحديث، وبذلك اليوم احنا تجاوزنا التحديث ل 850,000 مواطن تقريبا في مراكز التسجيل، وهذا يعتبر رقم كبير جدا خلال هذه الفترة الزمنية الوجيزة اللي هي 35 يوم. وبذلك فإن عملية الإقبال على مراكز التسجيل هي رسالة اطمئنان أن الانتخابات القادمة ستكون فيها المشاركة واسعة، لأن من حدث بياناته هو رغبة بالمشاركة في المستقبل، لأن التحديث ويشمل تغيير مراكز الاقتراع. أما بالنسبة للتسجيل فهو مستمر، وقد سجلنا بيانات بايومترية بعد انتخابات 21 1,009,000 ناخب، وبذلك ترتفع نسبة المحدثين إلى 16,600,000 ناخب. طيب دكتور عمار، هاي الأعداد اللي تحدث عنها الدكتور عماد جميل اللي حدثت بياناتها لغاية هذه اللحظة، ايش قد تتوقع راح تكون نسب مشاركته في الانتخابات؟ يعني ما صار معلوم ان كل الذين حدثوا سيتوجهون الى الانتخابات، شلون من الممكن ان نجد طرق نتبعها خلال هذه المده لتحفيز الناخبين والتوجه نحو مراكز الاقتراع؟ يعني وفق الطرق الحسابيه لاحتساب معدل المشاركه الانتخابيه حقيقه استاذ احمد، وهذه الطرق هي حقيقه المعتاده، انه يتم احتساب 4 دورات سابقة ويؤخذ أو يتم القسمة على 4، لكن أي مجموع المشاركة نسبة المشاركة لهذه الدورات 4، ومن ثم يتم القسمة على 4 ليكون هذا التوقع هو الأخير لمعدل المشاركة للانتخابات المزمع إجراءها. لكن المشكلة احنا اليوم اللي نواجهها انه انتخابات مجالس المحافظات هي ما أجريت فقط لغاية عام 2013، وبالتالي أصبح عندنا قطيع بهذه الفترة، فلا يمكن الوصول إلى أرقام دقيقة. لكن عادة انه أحد الآليات اللي نعول عليها كمقياس لاحتساب نسب المشاركة هو نسبة إقبال الناخبين على سجلات الناخبين أو السجل الانتخابي، بمعنى آخر أنه أولا احتساب نسبة الإقبال، وثانيا احتساب نسبة التصويت، أي في يوم احتساب حتى الأصوات المشاركة والأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة، فهذه هي تقريبا المقاييس التي يعول عليها في احتساب نسب المشاركة. لكن لحد هذه اللحظة احنا اليوم نعتمد على البيانات الرئيسية اللي تصدر من فوضية، باعتبار هي الجهة الوحيدة التي تمتلك سجل الناخبين، وبالتالي إقدام الناخبين على هذه السجلات حصرا لدى هذه الهيئة. لذلك اليوم حقيقة وفقا لهذه الأرقام التي أعلنت عنها المفوضية، هذا الموضوع حقيقة يعبر عن اهتمام هذه الشريحة ورغبة هذه الشريحة بالذهاب إلى صناديق الاقتراع من أجل المشاركة في هذه العملية الانتخابية، وهذا بحد ذاته هو ربما يدفع أو يعني يعطينا بادرة أمل بأنه نسبة المشاركة القادمة ربما ستكون نسبة لا بأس بها، وتعطي يعني مؤشرات لوجود شرعية لهذه المجالس أولا، ولوجود تفاعل مجدد وإعادة خلق ثقة ما بين المواطنين بشكل عام وما بين النخبة السياسية. ولهذا السبب نحن دائما ما نعول على ما بعد الانتخابات، خصوصا أنه
يعني اولا نسبه المشاركه في صناديق الاقتراع، وثانيا طبيعه افرازات صناديق الاقتراع كقوى سياسيه وكذلك اشكال هذه القوى السياسيه. وخليني استاذ احمد أشير إلى نقطة اليوم، أنه حتى موضوع التحالفات هي تؤثر على نسبة المشاركة. اليوم حقيقة بقيت التحالفات السياسية هي تقريبا في نفس الألوان، في نفس المسميات، في نفس إذا جاز التعبير نسميها بنفس الأيديولوجيات، بمعنى بقيت هي تحالفات جغرافية ربما ليست ذات امتدادات وطنية داخل المحافظات أولا، وبقيت تحت عناوين دينية وكذلك تحت عناوين ربما قومية خصوصا داخل محافظة كركوك. هنالك تنافس انتخابي عالي ما بين الأحزاب القومية وكذلك الأحزاب، يعني أقصد بالأحزاب القومية ما بين الأحزاب العربية والأحزاب الكردية. فبالتالي هذه المؤشرات على وجود نفس التحالفات الانتخابية هو ربما يضعف نسبة المشاركة في هذه المرحلة الانتخابية. هذه العوامل بالمجمل هي تدفع إلى تأشير عدة نقاط. النقطة الأولى أنه نسبة المشاركة المقبلة حقيقة هي تبقى رهن المراقبة، بمعنى أنه دكتور عمار يوم هسه عندنا إذا ما رجعنا بقضية تحديث السجلات، يعني خلينا أنتقل إلى الدكتور عماد. دكتور عماد، هذه السجلات لما يتم تحديثها شلون راح تجري عملية مقاطعة البيانات للمواطنين اللي حدثوا سجلاتهم الانتخابية؟ نعم، في الحقيقة تحديث سجل الناخبين للمواطنين التحديث يختلف عن التسجيل البايومتري. نعم. التسجيل البايومتري عملية مستمرة طيل أيام السنة، حتى وانتهينا اليوم للتحديث تستمر عملية التسجيل، لكن يسجلون بياناتهم بعد تحديث سجل الناخبين ما راح يكون مشمولين بالانتخابات القادمة. التحديث هو الهدف من عنده أنه المواطنين اللي غيروا محل سكنهم يغيرون مكان مركز الاقتراع، او تصحيح بياناتهم ان وردت هنالك بيانات خاطئه في البطاقه البايومتريه، وبذلك دول 800,000 هم لديهم الرغبه والاصرار في المشاركه في الانتخابات القادمه، فغيروا مراكز اقتراحهم اللي قريبه من محل سكنهم حتى يقدرون يصوتون بهذا اليوم. القضيه انه احنا شلون نرفع نسبه الناخبين او نسبه الاقبال على الانتخابات القادمه؟ الحقيقه انه بما انه هنالك نسبه مرتفعه بعمليه التحديث، ايضا لازم ثقه المفوضيه بالمواطن، والمفوضية أرسلت رسالة اطمئنان في الانتخابات السابقة وكانت مهنية وشفافة. إضافة إلى هذا إنجاز الحكومة وتقديم خدماتها للمواطنين، أيضا الصفاء السياسي وأيضا الاتفاق السياسي بين الكتل المشاركة في العملية الانتخابية، كل هذه عوامل مشتركة، وبذلك رفع نسبة الناخبين هي عملية مشتركة وليس من اختصاص المفوضية فقط. وبذلك فإن بياناتنا راح نحل إلا بعد أن تنتهي عملية سجل الناخبين، راح تطبع بطاقات الناخبين البايومترية وتم توزيعها في شهر تشرين البطاقات الجديدة. أيضا بالنسبة لعملية انتشار المحطات ومراكز الاقتراع راح تنبني على هذه الأعداد، وبذلك راح ترتفع عدنا نسب المحطات، وأيضا هنالك مراكز اقتراع راح تكون إضافية للمحطات، وراح يبلغ عددها تقريبا أكثر من 7,008 مركز اقتراع و 47,155 محطة. وبذلك المفوضية هيئت الهيكل الاقتراعي ووزعت الجغرافيا الانتخابيه، وبذلك حتكون مستعده اليوم للانتخاب باضافه لاجهزتها. طيب. دكتور عماد، يعني هذه اللوجستيات، ولكن اذا ما رجعنا الى العمليات او الجدول العملياتي للمفوضيه، شنو الخطوه اللاحقه اللي راح تكون؟ بعد انتهاء عمليه التحديث البيان للمواطنين راح تحلل البيانات ويتم توزيع اللي حدثوا بياناتهم على محطات ومراكز الاقتراع، ومن ثم راح يصير عندنا سجل ناخبين نهائي ورقي والكتروني، ومن ثم نطبع البطاقات البايومتريه حسب مراكز الاقتراع ومحطات الاقتراع. هذه مساله. المساله الاخرى بالنسبه للتحالفات والاحزاب، لما راح يقدمون قوائمهم راح تنزل هذه التحالفات والاحزاب والمرشحين الفرديين في ورقة الاقتراع، وأيضا راح يتم طباعتها في شهر تشرين إن شاء الله. طيب دكتور عمار، يعني هذا التهيئ للانتخابات، بالتالي أيضا قضية مراقبي الكيانات السياسية راح يرافقه بشكل فعلي مدى استثمار الشارع العراقي الجمهور لهؤلاء المراقبين. يعني أكون نتحدث عن شباب خريجين وموظفين لربما يستفيدون من هذه الحالة.
نعم استاذ احمد لو سمحت يعني اعد لي السؤال. اتحدث عن يعني مدى الاستفاده بعد تحديث سجلات الناخبين وغيرها. هنالك ايضا راح يتم فتح او تنفتح بالفعل قضيه مراقبي الكيانات ومراقبي الانتخابات. هذا الموضوع ايضا من الممكن راح يفيد شباب بعدد كبير من الشباب العراقي. نعم يعني حقيقه اليوم كل يعني خلينا نسميهم شركاء العمليه الانتخابيه بداية من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحتى الموظفين الذين تم التعاقد معهم من قبل المفوضية والأحزاب السياسية والتحالفات، هي اليوم حقيقة خلينا نقول هي تتضامن في مسألة رفع نسبة المشاركة، وكذلك تتضامن أيضا في يعني في مسألة رفع الوعي الانتخابي، وكذلك تتضامن في حث الناخبين على الإقبال على صناديق الاقتراع في يوم الاقتراع، وخصوصا أنه هذه العملية هي عملية تكاملية تضامنية مثل ما ذكر الأستاذ عماد أو الدكتور عماد، أنه لا يقع هذا الموضوع على عاتق المفوضية فقط. اليوم الكل كل شركاء العملية الانتخابية يتحملون هذا الموضوع، وبالتالي اليوم حتى الشباب اللي انخرط في هذه العملية، وخصوصا مثل ما أشرت إلى أن هنالك المنظمات التي هي تدخل كجهات رقابية، وهنالك أيضا وكلاء الكيانات السياسية ربما ينضجون مسألة الرقابة والشفافية، وهذا يعطي أو يعطي دوافع وزخم الاطمئنان لدى المواطن العراقي بأنه هذه الانتخابات ستكون هي انتخابات تجري بشفافية عالية بإنسيابية تامة. فبالتالي مثل هذه الهواجس إذا ما توفرت لدى المواطنين ربما أيضا سيعزز من نسبة الإقبال والمشاركة في الانتخابات القادمة. فبالتالي اليوم عملية الوصول إلى هذا اليوم يوم الاقتراع هي كأنما عملية تكامل أدوار كل النشطاء والمنظمات والأحزاب، ويعني على رأسهم طبعا المفوضية ومنظمات المجتمع المدني المعنية خصوصا بعمليات المراقبة الانتخابية، هي تقوم بهذه الأدوار المتكاملة والمتضامنة من أجل إنجاح هذه الانتخابات، خصوصا أنه اليوم هذه الانتخابات هي ليست بالانتخابات السهلة، إنها تجري في 15 محافظة وهنالك أكثر من 23 مليون ناخب سيشترك أو يسمح له بالدخول إلى صناديق الاقتراع، وخصوصا أنه اليوم إذا ما تحدثنا أحسنتم دكتور عمار. نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور عمار البهادلي الخبير في الشأن الانتخابي، أثرت الحوار في هذا الملف، وشكر كثير لحضرتك الدكتور عماد جميل رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات حدثنا عبر الهاتف. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.